ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إلى آخر الآيات. ذي الخمسة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وفي تفسير ابن كثير لسورة نوح: هؤلاء أسماء خمسة رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا في أوقات متقاربة جاء الشيطان فأوحى إليهم ووسوس لهم أن ينصبوا لهم أنصابا تماثيلا وصورا وصورا، فلما مات هؤلاء هذا الجيل وتنسخ العلم ودرس، يعني هذا العلم انتهى ولم يعبأ به ولا يلتفت إليه ولم يلتفت إليه وانتهى ودرس واختفى، قال: وجاء جيل آخر، فجاء الشيطان فأوحى إليهم ووسوس لهم أن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدت من دون الله تعالى. شكذي الشرك ده بدأ بالغلو في الصالحين، وبدأ بهذه التماثيل وهذه الصور التي جعلوها. نوح عليه السلام في زمن خمسة رجال صالحين من الصالحين: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. الخمسة ديل ماتوا في أوقات متقاربة، والزول الزيه زي كثير من الناس، زول عادي زي لما نموت ده ما بيتأثروا به ناس كتار، ده في النهاية بيتأثروا به الناس اللي بيعرفوه والناس هالو كذا، ما زول عادي زي. لكن الزول اللي عنده مكانة في وسط الناس محبوب وشايفين انه زول خير أو من العلماء أو من العباد، ده لما يموت الناس بيتأثروا به، يقول لك فلان يا أخ مات والله، يقول لك فلان مات. واحدين يقول لك الدنيا دي ما فيها خير يا أخ، الدنيا دي يقول لك شنو كذا ما بعرف. واحدين تاني يقول لك أنت عارف الموت ده بشيل الطيبين، مش في ناس بيقولوا زي ده، وفرعون ده مش مات الزيد الطيب، أو يقول لك بشيل الطيبين الناس. فلما مات ده وده مات وداك مات وده مات وده مات في أوقات متقاربة، الشيطان استغل شنو عاطفة الناس، جاءهم قال لهم سووا تماثيل صور، والناس ما تعبدون، بس الناس الصور دي لما تشوفوها بتتذكروا، وده مثلا كان بذكركم بالصلاة قوموا صلوا طوالي، وعده بيصدق تقوموا تصدقوا طوالي، داك ببر والديه وتبر والديكم، تذكير بس عشان تشوف رب العزة والجلال لما قال لك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات شنو شيطان بجرك شوية شوية. بعد شوية جماعة ماتوا، الشيطان جاء لأولادهم قال لهم شفتوا أبهاتكم كانوا بيعبدوا التماثيل دي بيعبدوها عديل كذا فعبدت من دون الله تعالى. فجاءهم نوح عليه السلام بالتوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لدعوة الرسل، وهكذا الأنبياء من بعده، الأنبياء والرسل جاءوا بدعوة التوحيد. إبراهيم عليه السلام: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أنتم تعبدوا شنو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أصنام دي بتسمعكم؟ الجواب: لا. أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بس لقينا أبهاتنا بيعبدوها وعبدنا من دون الله تعالى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو شنو؟ يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر الآيات. فإنت الآن بهذا كلهم جوا بالتوحيد، وأي زول يجيب التوحيد ده الناس بيدعادوه في الغالب، بيعادوه
صالح عليه السلام جاب التوحيد مما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. والله انت زمان كنت كويس. مما جيت بالموضوع ده انت عدى شنو؟ قال له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. شعيب عليه السلام جاب التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تدعونا إليه وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إلى آخر الآيات. وأي زول جاب التوحيد؟ هود عليه السلام جاب التوحيد قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تعرف قالوا ليش؟ قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. عملوا لك حاجة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا الأنبياء والرسل. موسى عليه السلام جاب التوحيد واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الجماعة قالوا لفرعون قال له وتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. انت خلي الجماعة ديل يفسدوا في الأرض. افسدوا بيات دعوة للتوحيد. شايفين انه ده فساد كونه تدعو الناس يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهكذا جميع الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الدعوة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القوم يعبدون الأصنام. الناس كانوا على ملة إبراهيم على الحنيفية عليه السلام. واحد من التجار اسمه عمرو ابن لحي ابن لحي الخزاعي مشى الشام بيمشي تجارة. بعد مشى الشام لقى الجماعة هناك بيعبدوا الأصنام. جاب له صنم اسمه هبل ويده مقطوعة. ذات الصنم يده ما فيش مقطوعة. جابوا خطاو جنب الكعبة جوا الكعبة قال لهم الجماعة ذلك طبعا ناس عندهم قروش وناس فاهمين وانتوا ناس ما أنا معاكم الزول النازل تجار وبعدين انتوا شنو؟ انتوا ناس عاديين. النازل بيعبدوا الأصنام معناها طريقتهم دي كويسة. قالوا هبل ده يده مقطوعة جمعوا تبرعات. جمعوا لهم تبرعات سووا له يد من ذهب. فقال لك الناس دي يد كاملة من ذهب. انت كان في الزمن ذاك تسريقة حلال ما فيها شيء. ده بعدين شنو؟ سووا اليد من ذهب وبيقوا بنادوه من دون الله سبحانه وتعالى. وبعد ذاك الأصنام والأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزى. العزى شجرة ومناة الثالثة الأخرى صخرة. وبيقوا يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم 40 سنة يعني كان في مكة ولم يكن يعبد الأصنام وإنما يذهب إلى الغار ويتعبد لله سبحانه وتعالى. بعد ذاك ثاني شنو؟ جاءه جبريل فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بعد فترة أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والرجز شنو؟ الرجز الأصنام فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بعد تصبر فصعد الصفا الجبل. قال يا صباحا فاجتمع عليه الناس. قال لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت صادق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
لا إله إلا الله تفلحوا. فالقوم طوالي انقسموا لقسمين، قسم فيه وش طوالي إذا صح التعبير، واجهوه بالباطل فقال له عمه أبو لهب، قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وتاني جزء تانيين مشوا، ومشوا مجمعين على الباطل، انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ده كذب وده شيء جديد، الله واحد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ده كلام عجيب. الدعوة دي الآن الناس فيها، يا زول عامل فيها داعية إلى الله، عامل فيها داعية إلى الله، وزايغ من دعوة التوحيد وعارفة، زايغ منها، مخالف لدعوة الأنبياء والرسل، ادعوا الناس لفضائل الأعمال، عملوا خلاف دعوة الأنبياء والرسل، يا فضائل الأعمال وبيجاي الصلاة وبيغادي الصيام وبيغادي الحج وبر الوالدين، والناس يجوا قبل يوم الجمعة تكلم لنا في التقوى، تكلم في التقوى وبعيد ما بيجيب التوحيد، تكلم لنا في الصبر، الأيام دي في موت كثير تكلم لهم في الصبر، الأيام دي في سرقات كثيرة تكلم لنا في السرقة، أسمع يا مولانا تعرف الجار ده الناس مقصرة فيه، تكلم لنا في الجار، مسائل في الدين، لكن التوحيد الله واحد ما تنادوا غير الله، دي زائغ منها الدعوة دي. ليه؟ لأنه فيها ابتلاء، لأنه درب الأنبياء والرسل، وفيه امتحان وفيه ابتلاء وفيه عداوة، عديل عداوة، عديل بعادوك بعادوك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دي مشكلتهم، بس آمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى، العزيز متصف بالعزة، وإن آمنتم به أعزكم الله، لأنه العزيز الحميد متصف بصفات المحامد سبحانه وتعالى، منزه عن صفات النقص، آمنوا به والله بيرفع درجتكم وبوفقكم في الدنيا وفي الآخرة وبرحمكم بعدين. لا 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 لا، دعوتكم دي ما بتنفع معانا، وما دارين مشاكل مع زول، مشاكل سببها شو؟ هسي الليلة تدعو للدعوة دي تلقى ده جزء من الناس زائغين، جزء تانيين ما دعات قاعدين في المساجد يحاربوا الدعوة دي، والله زول تلقى عمره 80 سنة، الله بيرزق فيه 80 سنة، بيرزق فيه، بيأكل فيه كل يوم ويشرب فيه ويدي النفس ده كل يوم، ما حصل يوم قام من الصباح للظهر ما في نفس، كل يوم الله فاتح لنا خرالين وخشم يتنفس بيجاي وبيجاي ومرتاح، يجي بعد 80 سنة يحارب الله سبحانه وتعالى في بيت الله، مش بحاربه في النادي، في بيت الله قاعد تلقاه بكرسيه ما قادر يقوم، شو الزول ده عليكم بيعوا كازو ما قادر يقوم لكم، انتوا جيتوا من وين وانتوا جيتوا من وين، معناه كلنا سودانيين في شنو يا جماعه؟ لا انا داير اعرف انتوا يعني ده انت تعلمون الدين في اخر عمرنا، يا زول ده نذكرك وذكر فان الذكرى تنفع شنو المؤمنين، وحد الله في الشدائد ما تنادي الشيوخ، يقول لك مالون شيوخنا ذا العيب لنا، انت الله مالو، انت الله مشكلتك مع شنو؟ ما تسأل الله سبحانه وتعالى، ليه اللي تنادي الشيوخ؟ شيوخ يا اخي كذبوا على الله سبحانه وتعالى، الختمية، ختمية ديل اكثر ناس في الشمالية، ختمية ديل شيوخ، انت عارف قالوا شنو؟ شيخهم قال الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا، أسدي برا ما كذبة، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت طفت عديل، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، وأيوب دعا من الخدمية ولا دعا الله؟ وأيوب إذ نادى ربه، وين الخدمية هنا؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت
أرحم الراحمين. هناك عندهم كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، وكتب ساي الرسول بيمدحوه بكلام زي ده صلى الله عليه وسلم. شيخ قال: فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإجلاء وإخلال، ولا شنو قال؟ أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمال. كل الغيب ده قالنا محيط به، شكاية المرة راحت منها قريشات وذهبات، أوالي جارية وين أبويا الشيخ، شوف ليه رايحة وين، والشيخ ذاته رايح ما عارف الطريق ذاته ولا عارف الحق ده، كذا لا عارف طريق الله سبحانه وتعالى. شوف ليه رايحة وين وجيب لي من وين، ما بعرف يا زول. الله قال في القرآن: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ها مش الآية دي واضحة؟ قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حديث في صحيح البخاري كتاب التيمم، يقول لك يا مولانا تكلموا لنا في الفقه في التيمم، والموية تلقاها ما بتقطع، التيمم من الدين ما عندنا فيه سخرية ولا أي شيء، والسخرية به كفر. الموية شغالة وتتعلم التيمم ما في عيب حتى لو الموية شغالة، لكن ودار له حجة بس يقول لك ورينا التيمم يا مولانا. التيمم ده قال سببه شنو في صحيح البخاري؟ التيمم ده سببه إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت معه عائشة رضي الله عنها، وكانت تلبس عقدا لأسماء وهي أختها رضي الله عنها أيضا، فذهبت إلى الخلاء لقضاء الحاجة، فلما رجعت فقدت العقد، غير حادثة الإفك، غير بتاعت الإفك دي، فقدت العقد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يبحثون عن العقد من بعد صلاة العصر زي وكدنا ده إلى أن برق الفجر. لما نزل شنو؟ لما جاء الصبح ما لقوا العقد، يتأخروا من السفر بسبب العقد، والعقد وين؟ تحت الناقة. جاءت الناقة بركت فيه، والرسول بيفتش صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعرفهم كم؟ 10,000 صحابة يفتش، ديل شت ما أولياء، والرسول لا تفتش صلى الله عليه وسلم. طيب تقول لي نام بالخيرة، ديل بينوم وبيشخروا ساي بيجوك بكطبة يا زولها، في زول بينوم بيلقى له حاجة، والزول مفتح بعينه مفتش ما لقاه، ينوم يلقاه، وعادين مفتح كذي مفتش لا ما لقاه، ينوم ولك بنوم لك بالخيرة وافتح لك الكتاب. أن نزل عليه الكتاب منه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك بيفتش. من جاء الصبح قالوا لا نجد ماء نتوضأ به، فأنزل الله آيات التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما طلعت الشمس قامت الناقة فوجدوا العقد. مش الكلام ده واضح؟ شكا الله قال في القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سورة الأعراف. في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. شكي الأنبياء ذات الرسل إلا بالوحي، يجيهم وحي من السماء يقول لهم بيحصل كذي، خلاص عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول. وده الدين يا جماعة، دي ما آيات بتقروها براكم، دي ما آيات عليك الله أكثر من الزول. الله يقول له: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني تاني يشرحوا له أكثر من كذي كذي. أنا ما قصديته، أنا قصدي الناس اللي بيعتقدوا عقائد زي دي، المرة ماشية يشوفوا ليه رايحة وين، ومرة زي دي ما تتزوجها، دي بتورطك، إياك تتزوج لك مرة زي دي تمشي للفكي وتمشي للدجالين، دي بتسوي لك عمل سحر وانت بتكون ما محصن، تاني بتلقط الأكياس والله، عينك للتمر تاك تقرمش في المصماص بتاعه، ممكن ما بتخليك لاف في ساي مع المرة بتاع الدجل، لكن كان بتتحصن الشغلة بتاعتهم بتجود ساي بتاعت الدجالين. ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله عشان كده رب العزة والجلال بيّن لك الغيب ده إلا هو، ده لس يعتقد يا قال لك: ما أحط بالغيب تفصيلا وإجمال. ده
طاغوت، شغل زي ده شغل طواغيت. ذات شيخ عبد الله العيدروس قال في الكتاب ده ذاته، قال في فيوض البحور المتلاطمة الثاني، قال أنا عرشها والكرسي، صفحة 93 في بعض النسخ، قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ترايكم شنو يا جماعة؟ أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها. قال أنا بنيت السماء، هذه دي مش كتبة واضحة؟ السماء دي البنام في صوفي بنى سماء، في ختمي بنى سماء، يبقى الصوفية دي الكتب قول لهم أدوا أبوه يا بس السماء أدوا جير بس بيقدروا يصلوها، هم ذاته اللي وصلوا سقالة كذا للسماء. يا أخ معقولة يا مسلمين؟ الناظر والله بيلعبوا بعقول الأمة. قال بنيت السماء، الله قال في القرآن أأنتم أشد خلقا أم السماء شنو بناء؟ والله الذي رفع السماء، واحد من أخواننا من الشباب اسمه عبد الرحيم في العزبة في بحري بناغش في صوفي، قال لا زول الله قال بنى السماء، وشيخ كندا قال بنى السماء، الكلام صح ياتو؟ مش كان جبت طفل بيقول لك كلام الله هو صح وذا كلامه كذب؟ قال لي بنوه سوا، قال لي بس عليك الله ده ما كافه طالعه، ده دار ليه قامت حجه ده وقامت دي قامت فيه ومشد او قامت عديل. يا اخ معقوله يا ناس بنوه سوا سوا بنوه؟ قال الله تعالى قل من رب السماوات والارض قل الله. شفت الايه دي بالتحديد؟ الايه دي فيها خمسه، قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء. أسف قل لنا أنتم تتكلموا في الأولياء، القرآن رأيك في شو؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ما لنا الأولياء الله لا يملكون لأنفسهم، مش لك أنت بس لنفسهم من ذاته، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل دي نمرة أربعة، قل قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا أخي في زول بيخلق زي ما بيخلق الله سبحانه وتعالى، صوفية عندهم عقيدة كباشي بدي الجنة، هذه القصيدة قاعدة في موبايلها والله الذي لا إله غيره قاعدة هنا. قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. رأيك شنو في الكلام؟ الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون، نحن بنجيب كلام الناس دي ونجيب كلام الله، وما يقول لك بتتكلموا في الناس مالكم ومال قالوا وقالوا، الله قال قالوا، الله سبحانه وتعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا الله قال لك قالوا، في ناس قالوا وقال لك في ناس بيقولوا سيقول السفهاء، ويقول لك ما تكلموا في الناس، والله نزل سورة كاملة، آخر سورة في القرآن اسمها سورة جنون مش سورة الناس، سورة عديل في الناس، والله قال لك في ناس تقول أعوذ بالله منه في السورة دي ذاتها، الله قال لك كذي انت مش بتقرأ؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وشنو؟ والناس في ناس تقول لهم أعوذ بالله منكم زي ما الله قال كذي في القرآن، والله الذي لا إله غيره ما بري الكلام ده ما في القرآن، ما واضح جدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومرات بتاع الإنس ده أخطر من الجن ذاته، الجن ده بتقول له بسم الله دي مش منك، ده بتقول له بسم الله بيجي علينا خرتك جاي عليك ماشي ليك ولا لك انا جيتك اجيتني في شنو؟ ولا لك والله ابونا الشيخ ده والله الزول له من كراماته والله يقول للشيخ كن فيكون عديل كده. قالوها في كتاب
اسمه كتاب الطبقات لوضيف الله محمد وضيف الله. والكتاب ده آخر طبعة أنا لاقتني 2012 قبل 6 سنة، قال فيه صفحة 116، قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على 3 أقسام. نجر زاي طبعا، ده كلام بتاع نجر زاي، قال صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى أصغر أولياء، انت عارف الصوفية ده الكذابين، قال أن يطيروا في الهواء، الشيخ بيطير قال،